شهدت محافظة الدقهلية تدشين مكتبة مصر العامة المتنقلة، وذلك لتوصيل الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية لقرى ومراكز المحافظة وفي مقدمتها قرى حياة كريمة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتنمية الوعي لدى المصريين بالمحافظات وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم وتقديم الخدمات الثقافية والفنية والأنشطة المتنوعة للمواطنين بالمحافظات. احنا النهارده بندشن استلام المكتبه المتنقله في مدينه المنصوره في اطار توجهات القياده السياسيه لتوفير مكتبات متنقله لقرى حياه كريمه بالتعاون مع صندوق دعم المكتبات. وزي ما حضراتكم شايفين المكتبه مجهزه بالواي فاي واماكن للابتوبات واماكن انتظار داخل المكتبه وخارج المكتبه، اضافه لوجود كمان مظله، والمكتبه متنقله ممكن تلف في قرى حياه كريمه بالاضافه كمان الى المراكز الاخرى. المكتبه المتنقله لاول مره بمكتبه مصر العامه بالمنصوره بتعاون بين وزاره الثقافه وصندوق دعم مكتبات مصر العامه، وطبعا بوجه لهم الشكر طبعا معالي الوزير المحافظ. ده مكتبه من ضمن 6 مكتبات مستهدفين قرى حياه كريمه في المقام الاول، عشان نقدر ننقل الخدمات الثقافيه والفنيه اللي بتقدمها المكتبه لكل القرى. ومعروف ان محافظه الدقهليه من اكبر المحافظات، وعشان كده كان لازم يبقى في حاجه وسيله اتصال بيننا وبين بقيه المواطنين.